عندك مصطفى محمد اللي هنقوله بقى مبروك على يعني ان عقدك في الزمالك هيتعدل ويبقى عقده محترم 5 سنين وهيبقى حاجه. طب كواليسه ايه يا استاذ ايهاب؟ كواليسه هيبقى عقد 8 مليون في السنه، بس اللاعب هيبقى عنده بس ما شاء الله واحد بس. طبعا هو كان بياخد 600,000، ما شاء الله. هو هيبقى عنده، ربنا يكرمه ويسهل كل خير، ولاعيب موهوب ولاعيب صبر ولاعيب لسه صغير وعنده امكانيات كويسه، ولسه على فكره هيبقى عنده قدرات في، يعني هو بيلعب بالكوره كويس. ربنا يهديه، ربنا يكرمه ان شاء الله، ويستحق احسن من كده. كان خلي بالك كابتن مهيب ان 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 هو هيبقى عنده طلب واحد بس، ان هو يحط يعني شرط كده مع مجلس اداره الزمالك، اللي هو لو في احتراف، لو في احتراف برقم حلو وفي حته كويسه بعد، وده كويس نادي الزمالك وكويس ليه على فكره ونادي الزمالك وما بيقفش قدام لعيبته في الاحتراف لو جالهم عرض كويس، وبالتالي ده حاجه لمصطفى بشكل كويس.